اسلح حاجه يا فندم. هو ايه بقى يا فندم؟ ايه الله اكبر لكل ابطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون اخر لحظات حياتي في الدنيا. انا لسه عايش في هجوم جماعه دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرس، دخلوا بكام عربيه مفخخه وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطه، وانا لسه عايش انا اربع عساكر متمسكين بالتبه ومتمسكين بالارض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا اي مصاب هنسيبه. بسرعه يا رجاله، اي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعيه، احنا لسه عايشين ومش هنسيب الارض دي وعليها اي شهيد ولا اي مصاب. الله اكبر، لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. الناس كلها رجاله تدعي للناس اللي هنا. القوات المسلحة ستقوم بكل العنف وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة. رحمة واسعة في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان العظيم في رفعة هذا البلد الأمين. تحية إلى جيش مصر العظيم وقيادته الحكيمة، وندعو من الله في هذه الأيام المباركة اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحمهم وتغمدهم من الشهداء. رجال لا يهابون الموت. تحية من القلب إلى كل رجل ضحى بنفسه من أجل رفعة هذا البلد. وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة. I'm
المصرية رجال لا يهابون الموت. لا انا بتكلم عن ان هو فعلا التجميع بتاعه ما شاء الله كويس قوي يعني. وتعيش مصر الوهابة. والله